آباء الشيوعية يرقصون فرحا في قبورهم، كيف لا وهم يرون أن الحزب الشيوعي يكسب اليوم في الولايات المتحدة مهد الرأس المالية الحديثة نفوذا كبيرا بسبب الأزمة المالية. عندما تنهار النخبة المالية لدينا وعندما يتحدث الصحفيون في وول ستريت عن الاشتراكية للإنقاذ، فجأة لا يعود الحزب الشيوعي وأفكارنا عن الرعاية الصحية والبنوك والبنى التحتية الوطنية وفرص العمل، هذه الأفكار لن تعود غريبة. اليوم يبلغ عدد أعضاء الحزب نحو 3000 أمريكي وهو إلى ازدياد. بيل ديفيس المنتمي إلى الحزب منذ 73 عاما حارب دائما من أجل أمريكا اشتراكية، وبالنسبة إليه فإن الاضطراب الحاصل اليوم يثبت صحة وجهة نظره. لا نعرف إذا ما كانت الرأسمالية ستكون قادرة على الخروج سالمة من هذه الأزمة التي بيّنت التناقضات الأساسية في النظام الرأسمالي وبأنه لا يعمل على المدى الطويل. الناشطون في الحزب يقولون أن مساعدة الدولة للقطاع المصرفي ليست إجراء شيوعيا لأنها لا تفيد العمال، لكنهم يأملون في أن يصبح صوتهم عند انتهاء الأزمة مسموعا بشكل أفضل. أفكارنا تصبح مقبولة أكثر فأكثر في إطار النقاش السياسي في البلاد، ونأمل أن نصبح جزءا من هذا النقاش مع مرور الوقت. الحزب الشيوعي لم يعلن صراحة عن دعمه لأي من المرشحين إلى البيت الأبيض، لكن الجميع هنا يؤيد الديمقراطي باراك أوباما على الأقل إلى أن يصبح للشيوعيين مرشحا شيوعيا.